السؤال الثالث منى وياسمين، ياسمين ومنى. طبعا يا ياسمين لو جاوبتي رجعت ب 25 نقطة. روح رياضية. منى لو جاوبتي اتعادلتوا. يا رب. سؤال التالت. فنون. من هو الفنان الراحل الذي لعب دور عز الدين أيبك في فيلم كذبة كل يوم؟ فاروق الفيشاوي. فاروق الفيشاوي الهدف الثاني. فاروق الفيشاوي الهدف الثاني يا ياسمين. برافو عليك يا ياسمين، وبكده النتيجة هدفين بلا مقابل.